نرجع ونكمل فقرتنا الخاصة بالأحداث اللي حصلت يوم الأحد، وبنقرر عزائنا لكل شهداء اللي توفوا في الأحداث اللي حصلت قدام ماسبيرو. انضم إلي ضيفة عزيزة وهي الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، منورانا. شكرا دكتور سمير. هستأذنك هنكمل. احنا قلت آخر حاجة انه هل يا ترى من الفترات اللي فاتت قبل 25 يناير او بعد 25 يناير كنا بنشكل لجان عشان تقصي حقائق وكان في تحقيقات، هل تقصي الحقائق وقيدت كلها ضد مجهول حتى الآن؟ انا اريد ان اتحدث عن القضية الاهم والاكثر اهمية، وهي الحفاظ على هذه الدولة من الانقسام والتآكل والتفكك. إذا كل حد أخذ القانون بإيده، أو في أي هيئة أو حزب أو قوة ادعت أنها وصية على الناس وأنها تقوم بدور تنوب عن الدولة في القيام بها، فهذه الدولة سوف تتآكل وتنهار. بمعنى إيه؟ معنى في 2004، هضرب أمثلة سريعة. في 2004 قامت مجموعة إرهابية في سيناء بعمل عملية طابة، وطلع علينا وزير الداخلية حبيب العدلي في ذلك الوقت وقال إنه من نفذوا هذه العملية مجموعة من الشباب المتحمسين، وهكذا أغلق الملف على مين اللي عمل العملية، وكأنه أي شاب متحمس ممكن يروح يعمل عملية. طلع علينا مؤخرا، عشان ما نروحش بعيد كتير، طلع علينا مؤخرا محافظ أسوان الذي ليست له مهمة إلا تمثيل الدولة، بأنه اللي هدوا الكنيسة أو البيت أو المضافة، سواء كانت بيت أو مضافة أو ليس هذا هو موضوعنا، إن مجموعة من الشباب المتحمسين، وهكذا أيضا يعني يتخلى عن وظيفته ومهمته الوحيدة الأساسية المكلف إليه. وأنا إذا ما عجبنيش بيت حضرتك فأطلع أهد، وإنت إذا ما عجبش بيتي بصرف النظر عن هو دور عبادة أو ليس، لكن مواطنين قاموا بهدم بيت زي ما حرقوا كنيسة إمبابة، زي ما هدوا كنائس أخرى أو دور أخرى. هذه المسألة مواطنين ادعوا لنفسهم الحق ان هم عايزين يهدوا هذا المبنى بصرف النظر عن دور المبنى ده. تمام. طلع علينا الاستاذ اسامه هيكل الصحفي الذي احترمه كصحفي وهو وزير اعلام الان، بيقول لك اصل الشباب في التلفزيون كانوا متحمسين فاخطاوا. وهكذا تتحمل مصر كلها جريمه انه حد يكتب على التتر في التلفزيون ان الجيش يتعرض لهجوم. فالولاد، وظيفة تلفزيون الدولة أن يمثل الدولة ولا يمثل طرف ولا يفزع الناس وينقلهم، وبالتالي هذه الدولة الغائبة الممثلة الآن في مجلس وزراء يعني لا يستطيع أن يدير محل بقالة، يتصرف وكأنه هذه الدولة غائبة ومن حق أي طرف. هفتح القوس ووسعه أنه أي هيئة في مصر أو حزب أو أفراد أو جماعة لا تحمل أي تفويض من أي كان، لا تفويض إلهي ولا قانوني ولا شخصي، بأنها تنوب عن الدولة في دورها. لأن إذا تركنا القصة دي أن أنا هحمي الإسلام وأنت تحمي المسيحية وأنا هحمي كذا، أو أنا هحمي بيتي وأنت تحمي بيتك أو تحمي محافظتك، يعني غياب الدولة، يعني غياب مصر، يعني تفكيك مصر، يعني هذا النظام، هذه الدولة يمكن أن تنهار. تمام. ما هو مطلوب الآن هو إعادة مكانة الدولة، ونمنع القانون يمنع ويجرم على الأفراد والهيئات والأحزاب أن تنوب تأخذ القانون بيدها. لا يملك أحد أن يأخذ القانون بيده، ليس من حق أحد. عظيم. أن يمثل القانون ويأخذ بيده ويتصرف وكأن الدولة غير غير غائبة، لأن هذا هو الخطر الحقيقي بصرف النظر عن. لكن أعود فأقول أنه حدث مفصلي وتاريخي زي ده سقط فيه 36 شهيد و 325 شهيد و 328 بصرف النظر عن العدد، لو واحد بس قتل عصيب. فهذا طبعا دمه يستنفرنا أن نعيد النظر في هذه المسألة، وليس في مين اللي طخ الأول. تمام. مين اللي ارتكب الخطأ، لا، رغم أن ذلك ضروري. أستاذة فريدة شباشي، بعد إذن سيادتك، طبعا حضرتك متابعة الأحداث اللي حصلت يوم الحد. نعم. لو قلنا ال 25 شهيد اللي ماتوا يوم الحد دول وال 300 وشوية 28 تقريبا مصاب، نعم، تمنهم يبقى ايه؟ يعني خلاص احنا انا خلاص افتقدناه، يعني اذا كان اللي صاب اتصاب واللي اتوفى اتوفى او استشهد خلاص. نعم. المفروض يبقى يعني المقابل يعني ايه بقى المفروض اللي جاي ايه؟ انا هقول زي ما قال الدكتور سمير، هقول تمنهم يبقى في دولة. انا كتبت مقال نشر اليوم الخميس الماضي في المصري اليوم، اساسا على يعني افكار
ورؤى وطريقه محافظ اسوان في المعالجه، وقلت ان ده الراجل ده مسؤول، لكن هو غير مسؤول، لان هو اللي بدا كمسؤول وكنائب عن رئيس الجمهوريه بانه قسم المصريين في اسوان الى اقباط اخطاوا ومسلمين اصلحوا الخطا، وباي باي للدوله، ما فيش دوله. ده مسؤول بياخد مني ومن ضرايبي ومن فلوسي، بياخد مرتب وعربيه وساعي وحد بيوصل المدام وحد بيجيب مش عارف ايه، كل ده هو بيتمتع بيه من فلوسي، وبيقول لي ان انا مش دوله. انا بعت شباب متحمس. انا اللي انا عايز اقوله ان المشهد بتاع يوم الحد هو تتويج لما بدا منذ 4 عقود. احنا بدينا انه عندنا رئيس مؤمن، لانه التاني كان كافر. بدينا نستخدم الدين في الدوله بشكل الحقيقه لا يليق لا بحد عنده ضمير ولا اخلاق ولا عنده رؤيه سياسيه ولا اساسا بقى بيحب مصر. لان انت لما هتيجي تكلمني المشهد اللي حصل امبارح ده، اللي حصل بعد ثوره 25 يناير العظيمه اللي استقطبت وانتزعت احترام وانبهار العالم كله، لما تشوف ناس دمها بيتحرق عشان شاف صليب، لا معلش بقى، دي كارثه، دي كارثه. لانه ده له في الدين الاسلامي. الدين الاسلامي يعني فيه ايات لا تحصى ولا تعد عن التسامح. بيبتدي القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا قال خلقنا الانسان، مش خلقنا المسلم والمسيحي والست والراجل، اللي هم عايزين ده الشرذمه، دول ماسكين ساطور وعمالين يقطعوا في مصر النهارده. وبعدين ربنا قال برضو في كتابه الكريم لكم دينكم ولي دين، وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني تمام. مش انا ثانيا بقى في 20 مذهب اسلامي، هم مين بالظبط؟ ثالثا كمان ده في اقصاء للمسلمين، يعني دول اخوان المسلمين. طب والمسلمين اللي مش اخوان المسلمين ولاد جاريه؟ وبعدين مسلمين واقباط، هو ده شرذمه، ده صحيح، ده مخطط بيتمناه الغرب. وقالوا هنري كيسنجر اكبر ضمان لبقاء اسرائيل في المنطقه العربيه هو تفتيت المنطقه الى دويلات عرقيه وطائفيه، لكن عمر ما في مؤامره خارجيه بتنجح الا لو كان ليها ايادي داخليه. نعم. وتكون هي الايدي الطوله. لانه احنا جربنا، احنا في 9 يونيو، في 5 يونيو كان في قرار اسرائيلي امريكي باقصاء عبد الناصر وحطيناه ورجعناه بارادتنا المصريه وبتكاتف 5 مليون نزلوا في الشارع في لحظه. النهارده انت عندك محافظ بيقول مسلمين واقباط، شرطه بتضرب اي حد مثلا بيعتدي على عسكري او بيعمل اي حاجه، وما فيش زي ما قال الدكتور سمير، ما فيش لغايه النهارده. وده النهارده ده مفترق طرق، النهارده ده مفترق طرق. عايزين نشوف مين اللي قاموا بهذه الكارثه. مش ممكن مؤامره خارجيه الا بايادي داخليه. طلعوا لنا الايادي الداخليه، اللي عايزه تتقطع تتقطع، اللي عايزه تتشل تتشل، اللي عايزها تتقيد تتقيد. انا مش معقول ان خلاص انا كواحده ست جده النهارده زهقت من قيده ضد مجهول، وزهقت من تبويس اللحى، وزهقت من الوحده الوطنيه اللي الوحده الوطنيه تحترم بالقانون وبالعمل. الشباب المتحمس اللي مش قادر يشوف صليب يقعد في صحراء، يقعد ما يشوفش صليب. لانه انا بس بذكر انه الغرب احنا بنهيل عليه التراب لما رفض ان يبقى في مآذن عالية علشان مش مساجد، خد بالك مش دور عبادة، دي حاجة يعني معمارية عشان يبقى في اتساق، وعملوا مع ذلك عملوا استفتاء. احنا النهاردة الشباب المتحمس ده اللي حرام فوجئ وصعق من وجود كنائس، لانه معنى الكنائس لسه حاجة جديدة، انت فاكر؟ نعم. نعم. عارف يعني نعم. بعد انت ما اتولدت الكنائس في مصر. تمام. حاجة تجنن. يعني مصر دخلها الإسلام وهي فيها كنائس. نعم. وفضلت الكنائس دي لغاية النهاردة. وبعدين أنا لو مش قادر أتحمل دين سماوي آخر، إيه التعصب والبشاعة دي؟ فين الرجل بتاع المسجد، الإمام بتاع المسجد بتاع أسوان اللي حرض الناس؟ فين المجلس العسكري النهاردة اللي عمال بيشوف الانتخابات والدستور؟ أنا كتبت كده، قلت بقى لا هيبقى فيه انتخابات ولا دستور. ده بيفترض إن في دولة. النهاردة الدولة هي اللي مهددة، ومن حقي أنا كمواطنة مهما صغر شأني إن أنا أطالب اللي بيدعوا أو اللي تحملوا المسؤولية أو اللي قالوا إنهم بيتحملوا المسؤولية إن يبقى في شفافية، وإن يروي غليلي. أنا كمصرية خايفة على بلدي يتفرتك. تمام. هستأذنكم سؤال
ولحضراتكم انتوا الاثنين. دلوقتي المطالب بتاعت اقباط مصر من قبل 25 يناير واستمرت الى بعد 25 يناير. قانون بناء الكنائس الموحد اللي بقاله حضرتك قلت لي ان هو من سنه كام؟ من ايام نهايه الحكم العثماني، كان في حاجه اسمها الخط الهميوني والقانون الهميوني.